حصل خسارة، إن بعد في حصلت تغريدات كثيرة وتكلموا الناس، فرأت يعني يعني وقف البرنامج وإدارة البرنامج وقرروا أن نقف الآن في فترة تقييم لهذا الوضع ونرى هذا، وأيضا يعني إحنا نريد أن يعني إذا كان اعتبر القضاء هذا مساس فيهم فنحن يعني نقدم لهم اعتذار، والاعتذار هو شجاعة يعني كما أي. ظهر زميلنا العزيز أحمد الفضلي في التلفزيون يعني على هذا الموضوع. يبقى يعني القضاة أنا أعتقد بالكويت من خلال احتكاكنا فيهم وهذا هم صدرهم مسيء، يعني هم يتحملون يعني ما يقول خالد الملا بالذات، يعني خالد الملا ليس رجل سياسي بل هو مطرب شعبي يحظى بكذا، ربما قد تكون هذه زلة حصلت معاه، لكن احنا لا نكابر في هذا الموضوع، ونعتقد بأن خالد الملا يعني حتى في أحاديث الجانبية وكذا يقول أنا ما أقصد القضاء، لأن هي ما خلوه يكمل القصيدة كاملة، يعني لو تسمع القصيدة كاملة راح تشوفين عن أوضاع الوطن العربي كلها يتكلم في هذه البيت الأبيات من الشعر موجود. وبالتالي القرار بأن يوقف البرنامج هو قرار لتقييم الوضع الذاتي، والحمد لله يعني أعتقد أن كل وزارة الإعلام وكل الناس مقدرين قرار يعني توقيف البرنامج. وكان يعني الحلقة الأخيرة اللي أنا شاركت فيها وهي الحلقة يعني كانت مع النائب الفضل. طيب أنت بتقول أستاذ العازمي. نعم إيه، بس أستاذ حسين أنت بتقول إنه نعم. يعني نعم. القضاء في الكويت إنه صدرهم وسيع، يعني ما تتوقع إنه يتم تصعيد الموضوع، لأنه البعض تحدث إنه سيتم رفع قضايا يعني بسبب هذه اللي اعتبروها يعني إساءة. يعني شوفي سارة عزيزتي، إن أنا أعتقد أنا راهن على قضاء الكويت وصمام الأمان يعني بالنسبة لهذا الموضوع، واعتذار القدم في القناة يعني اعتذار مقبول وإحنا نتقبل منه، وخاصة إن الرجل اللي يعني أمامنا ونتكلم معه ونحاكيه وهو خالد الملا، رجل شعبي وبسيط جدا، يعني بسيط ورجل صاحب نكتة وثقافة وكذا، وبالتالي يعني أنا أعتقد يعني ربما قد تكون هذه يعني عملية غير مقبولة، لكن بالنهاية أنا أعتقد قضاتنا يستوعبون كل العمل. بس أستاذ حسين يعني بس كمان عشان ما نغفل هذا الجانب، يعني الجانب الآخر أنه كان في ناس أيضا مؤيدين بيقولوا أنه هو يعني ما قال شيء غلط، هو قال بعض القضاء وما حدد أي يعني أو ما يعني عمم كلامه، أو مثلا ما حدد مثلا أسماء معينة يعني. صحيح أخت سارة، وأنا قاعد أشوف خالد الملا الآن قاعد تعرضونه، وهذا كان قاعد مكاني أنا يعني هذا كرسي أنا في المقابلة، فبالتالي أنا أعتقد أن حتى كلمة بعض أخت سارة غير مقبولة أيضا. أنا لن أكابر أمام يعني القضاء، يجب أن لا يمس نقطة على سطر، يعني يكون هذا أمر غير مقبول كذا يكون موجود، وأنا أعتقد أن راح نتجاوز هذه المرحلة، الديمقراطية الكويتية والحرية الموجودة سقف هذا راح نتجاوز هذا الشغلة بالطريقة الكويتية وليس بالقوانين، لكن احنا طريقتنا نعم. بالكويت نحل مشاكلنا بهذا الاسلوب بهذه الطريقة. طيب. وبالتالي اعتقد ان احنا راح نتجاوز هذه الشيء. نعم، نحن بنشكرك على هذه المداخلة وإيضاح يعني القصة لنا، كان معنا من الكويت الصحفي حسين عبد الرحمن، شكرا لك. مشاهدينا فاصل ونكمل الحلقة. سفراء لكتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أصواتهم تتلو آيات المصحف الكريم، فتجعل الروح خاشعة بعظمة الآيات وعذوبة الأصوات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. نخبة من أهم قراء القرآن الكريم في العالم العربي. ورتل القرآن من الأحد إلى الجمعة 6:30 على شاشة العربية. راحة كل زائر لهما، الطمأنينة وسهولة أداء الشعائر،
هدف كل واحد منهم. شباب وشابات كرسوا جهودهم لخدمة أقدس بقاع الأرض. تقارير يومية ترصد الخدمات المقدمة، مدى كفاءتها، تطورها وسهولة استخدامها. تعرف عليها مع خميس الزهراني من الحرمين الشريفين يوميا في رمضان على شاشة العربية. أهلا من جديد. لطالما كانت إنتاجية الموظف محل نقاش، والسؤال الأبرز كيف يمكن تحسينها خاصة في رمضان؟ وزارة التجارة والاستثمار السعودية طبقت نظاما جديدا اسمه نظام الدوام المرن، اللي بيسمح للموظف في القطاع الحكومي التحكم في ساعات دوامه، يعني يقرر متى يجي الشغل ومتى يخرج. وكشفت عن أنه خيارات الدوام المتاحة للموظفين هي من 9 الصبح للساعة 12، أو من 10 الصبح للثالثة عصرا، أو من الساعة 11 ظهرا حتى 4 عصرا، يعني يداوم 5 ساعات، لكن ينسق مع مديره المباشر حول الوقت المناسب له. هذه الخطوة اللي بدأتها الوزارة كأول جهة حكومية في السعودية تعتمد هذا النظام بشكل تجريبي في رمضان، جعلت شعارها خليناها مرنة علشانك. وطبعا الناس تطلعوا إلى تطبيقه في قطاعات أخرى، والبعض تحدث وتناقش حول جدواه وفعاليته. ليلة انصياع الجزيرة القطرية، هكذا يمكن اختصار خبرنا التالي. وهذا على فكرة مو رأينا، إنما رأي عدد كبير من المشاهدين على أو المغردين على تويتر، تابعوا الشد والجذب والانصياع أيضا. AJ Plus عرضت تقريرا قالت فيه إنه بيكشف كيف استفادت إسرائيل من الهولوكوست أو المحرقة اللي تعرض لها اليهود على يد النازيين، وذلك للحصول على مليارات من ألمانيا بهدف إقامة دولة إسرائيل. وطبعا الخارجية الإسرائيلية ردت وانتقدت الفيلم ووصفته بأكاذيب شبكة الجزيرة، وذكرت في تغريدة ثانية أن الفيلم معاد للسامية ويحاول التقليل من أهوال المحرقة ضد الشعب اليهودي. المثير أنه AJ Plus انصاعت لإسرائيل، وأعلنت عبر حسابها الرسمي أنها حذفت المقطع المصور، وبررت أنها أو أنه المقطع مخالف للمعايير التحريرية المعتمدة من قبل الشبكة. طبعا عرب راقبوا المشهد وعلقوا على انصياع الجزيرة وقالوا أسد علينا وفي الحروب نعامة. نتابع بعض التعليقات. مفاجأة لم تكن في الحسبان فجرتها النجمة الأمريكية مادونا في إسرائيل، فخلال مشاركتها كضيفة شرف في حفل يوروفيجن المقام في قلب تل أبيب، قامت بوضع علم فلسطين على ظهر إحدى أعضاء فرقتها، وآخر يضع علم إسرائيل زي ما إحنا شايفين. وهو الشيء اللي أحرج الجهة المنظمة للحفل، اللي سارعت إلى مصادرة العلم الفلسطيني من الفريق وإصدار بيان قالت فيه أنه رفع العلم الفلسطيني ما كان جزء من البروفات اللي شاركت فيها مادونا، وأنه الأخيرة على علم جيد بأنه المسابقة ليست سياسية، وهي اتخذت هذا القرار دون الرجوع إلى الجهة المنظمة. ودخلت على الخط وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف، واللي أعربت عن رفضها للموضوع ووصفت اللي صار بالخطأ. وسائل إعلام إسرائيلية هي الأخرى هاجمت مادونا، كما أنه انتقد كثير من الإسرائيليين تصرفها على مواقع التواصل، مو بس لأنها رفعت العلم الفلسطيني، بس الانتقاد أيضا طال أدائها أغنيتين ليست بصوتها مباشرة، بل عن طريق بث شريط مسجل فيما كانت هي تتظاهر يعني كده بالغنى على المنصة. من جهتها مادونا ردت على منتقديها عبر حسابها على تويتر في تغريدة لها أرفقتها مع فيديو من الحفل أثناء تأديتها لأغنيتها فيوتشر أو المستقبل مع المغني كوافو، وقالت في تغريدتها مدام أكس، وهو اسم ألبومها الجديد واللقب الجديد اللي بتطلقه مادونا على نفسها. ووصفتها في التغريدة بأنه مدام أكس محاربة من أجل الحرية، وإنها ممتنة لإتاحة الفرصة لنشر رسالة السلام والوحدة مع العالم.
هل سربت الحلقة الأخيرة من مسلسل Game of Thrones أو صراع العروش؟ الجواب على ما يبدو نعم، فمع اقتراب عرض الحلقة الأخيرة طلعت شائعات كثيرة عن الموضوع بتتكلم عن تسريب تفاصيل الحلقة السادسة من الموسم الثامن على موقع ردت الشهير عن طريق أحد المستخدمين واللي نشر التفاصيل كتابة لكن دون نشر أي لقطات للحلقة أو مقاطع. رغم عدم تأكيد صحة الأحداث في التسريبات المنشورة إلا أنه الكفة ترجح بأنها فعلا قد تكون صائبة، لأنه نفس الموضوع حدث على موقع ردت في الحلقة الخامسة من 700 ألف موظف بيخططوا للتغيب عن أعمالهم بعد يوم من عرض الحلقة الأخيرة أيوم الاثنين. كمان أشار الاستطلاع إلى أنه 27.2 مليون شخص قالوا أنه ممكن أو قد يتغيبوا عن العمل أو حيتأخروا عنه أو أنه حيكونوا أقل إنتاجا من أي يوم آخر، إلى جانب تأكيد 3,400,000 شخص ترتيب جدولهم للعمل عن بعد أو خارج المكتب بسبب الحلقة، فيما